تابعنا باهتمام ككل الشركاء الاجتماعيين في قطاع التربية هذه الكلمة التي جاءت بالكثير من التعليمات، وكذلك فيها يعني فيه جديد بالنسبة لقطاع التربية. إذا ما وقفنا عند القانون الأساسي التمسنا أنه فيه إرادة قوية وحرص شديد على إعداد هذا القانون الأساسي الذي من شأنه التكفل بالكثير من انشغالات ومطالب فئة عمال التربية في مختلف الأسلاك. نحن نثمن الخطاب برمته حيث جاء فيه عدم تخليه أو التزامه بعدم التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة، كذلك نشيد بالزيادة في رفع الأجور التي كانت من قبل والتي ستلحق التي التزم بها لاحقا. الزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية ونعتبرها ونثمنها كمنظمة كون الزيادة الأخيرة أعطت يعني نفسا جديدا أو زيادة جديدة لهذه الفئة التي ضحت بالنفس والنفيس على هذا البلاد وعلى هذه المؤسسات تاع الدولة. أنتر ديسي 15 بورس و 10 و 15 ريال نعتبرها يعني زيادة ومعتبرة اللي جات بعد زيادات قبل هذا الأعوام اللي فاتوا، السنوات اللي فاتوا. احنا نثمنوها. نرحب ونشكر الرئيس السيد عبد المجيد تبون بقراراته التي اتخذت يوم اول ماي بالمركزيه النقابيه لاتحاد العام للعمال الجزائريين اثناء الاحتفالات بعيد العمال، والتي ذكر فيها حتى النسبه التي تبدا من 10 الى 15%، وهذا دليل على كون رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون ملم ومهتم بالمتقاعدين. تابعنا باهتمام لقرارات السيد رئيس الجمهوريه في اليوم العالمي للشغل على مستوى المركزية النقابية، ونثمن هذه القرارات التي خاصة ما تعلق برفع الأجور التي سوف يكون لها انعكاس كبير على المستوى المعيشي للمواطن اللي هي غالبية العمال، كما أنه هناك ستضفي المزيد من الاستقرار الاجتماعي.